لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الصحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب نزول عيسى ابن مريم عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلا بتصرف يسير من كتاب شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: البحر المحيط، الزجاج، شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. قال بالسند المتصل الإمام مسلم: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث، حول الإسناد، قال حدثنا محمد ابن رمح، قال أخبرنا الليث، قال عن ابن شهاب، قال عن ابن المسيب، قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قتيبة بن سعيد والليث بن سعد ومحمد بن رمح هو ابن المهاجر التجيبي مولاه المصري ثقة ثبت من العشرة، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وابن المسيب هو سعيد المشهور، وأبو هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه الصحابي الجليل. من لطائف هذا الإسناد أنه من خمسيات المصنف، وفي رواية تابعية عن تابعي ابن شهاب عن ابن المسيب، وفيه أن هذا الإسناد أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تبارك تعالى عنه على بعض الأقوال. يقول في شرح الحديث عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، فيه الحلف في الخبر مبالغة في التأكيد. يقول كذلك فيه إثبات اليد لله عز وجل وبطلان تأويل من أوله بالقدرة. يقول: لا يوشكن، يعني أي لا يقربن، بمعنى قرب، أي لا بد من ذلك سريعا، أي ينزل فيكم، أي في هذه الأمة، إن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله: من الذي ينزل فيكم؟ ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا، يعني ينزل حال كونه حاكما عادلا بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. والمقسط العادل، والقسط هو العدل. قال في الفتح قوله حكما أنه ينزل حاكما بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكما من حكام هذه الأمة. وفي أحمد في مسنده من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أقرئوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وعنده من حديث عائشة رضي الله عنها: ويمكث عيسى في الأرض 40 سنة. وللطبراني من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه: ينزل عيسى بن مريم مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم على ملته، فيكسر الصليب. فهو يكسر الصليب أي يبطل أمره ويسقط حكمه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فيه دليل على تغيير آلات الباطل وكسرها، ودليل على تغيير ما نسبته النصارى إلى شرعهم وترك إقرارهم على شيء منه، وأنه يأتي ملتزما لشريعتنا ويقتل الخنزير، وهو حيوان خبيث يقال أنه حرم على لسان كل نبي، والجمع خنازير. وقال في الفتح: أن يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس، لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه، ويضع الجزية، يعني ما يؤخذ من أهل الذمة جمع جزا. يقول في رواية البخاري: ويضع الحرب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الصواب في معنى أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام،
ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. وهكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء رحمه الله تعالى. وقال في الفتح المعنى أن الدين يصير واحدا، فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية. وقيل معناه أن المال يكثر حتى لا يبقى من يمكن صرف مال الجزية له، فتترك الجزية استغناء عنها. تقول وتعقبه النووي وقال الصواب أن عيسى لا يقبل إلا الإسلام. قال الإمام النووي معنى وضع عيسى صلى الله عليه وسلم الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة أن مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى عليه السلام، لما دل عليه هذا الخبر، وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ بقوله هذا. ويفيض المال أي يكثر، والمعنى هنا أنه يكثر المال وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها كما جاء في الحديث الآخر، وتقل أيضا الرغبات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى عليه السلام علم من أعلام الساعة كما قال الله تعالى وإنه علم للساعة حتى لا يقبله أحد. وفي رواية عطاء بن ميناء الأتية بعد هذا ولا يدعون إلى المال أي ابن مريم فلا يقبله أحد، وسبب عدم قبوله هو كثرته وقلة رغبات الناس إليه لعلمهم بقرب الساعة. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث، فذكر في المسألة الأولى أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه، ثم ذكر تخريجه. في المسألة الثالثة ذكر فوائد أحاديث هذا الباب، فقال منها بيان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام عند قرب الساعة، ومنها كذلك أن نزوله من علامات الساعة، ومنها أنه سينشر العدل بين الأمة ويرفع الظلم، كذلك منها أنه سيقتل اليهودية والنصرانية بكسر الصليب وقتل الخنزير، كذلك منها أنه سيقتل الجزية على ما هو الراجح في معنى ويضع الجزية، فلا يقبل من أحد من الكفار إلا الإسلام فقط. وهذا هو الذي يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، وتكون الدعوة واحدة. كذلك من الفوائد بيان أن عيسى عليه السلام سينزل على أنه فرض من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي حاكما بهذه الشريعة المباركة بالقرآن والسنة، وهذا معنى قوله وإمامكم منكم. كذلك منها أن عيسى عليه السلام سيصلي مأموما خلف رجل من هذه الأمة، ومنها كذلك ما قاله النووي وغيره أن فيه دليلا على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل، وفيه دليل للمختار من مذاهب الجمهور أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. كذلك إبطال لقول من شذ من العلماء فقال يترك إذا لم يكن فيه ضراوة. كذلك من الفوائد أن من كسر صليبا أو نحوه من آلات الباطل لا يضمن، لأنه فعل مأمورا به، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو مقرر لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا لم تقر عليه النصارى. كذلك من الفوائد أن في قتل عيسى عليه السلام للخنزير توبيخا عظيما للنصارى الذين يدعون أنهم على طريقته، ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. كذلك من الفوائد جواز الحلف من غير استحلاف مبالغة في تأكيد الخبر. كذلك منها كثرة المال وفيضانه في آخر الزمان وزهد الناس فيه فيهملون النفيس منه، وذلك لكثرته وعدم الحاجة إليه، إذ تنزل البركات وتتوالى الخيرات وتخرج الأرض أفلاذ كبديها وتقل رغبات الناس في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. كذلك من الفوائد أن الناس سيتقربون إلى الله تعالى ويتوجهون إلى عبادته ويحرصون عليها حتى تكون السجدة الواحدة أحب إليهم من الدنيا وما فيها. كذلك آخر ما ذكر من الفوائد أن العداوة والبغضاء والشحناء والتحاسد ستزول لاشتغال الناس بأمر الآخرة وإعراضهم عن شهوات الدنيا. ثم يعني شيخنا الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في مبحث في المسألة الخامسة، قال العلماء أن الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء، يقول فيه الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه
فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض، إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها. كذلك ذكر في مسألة اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه، والأصل فيه قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقيل على ظاهره، وعلى هذا فإذا نزل إلى الأرض ومضت المدة المقدرة له يموت ثانيا، وقيل معنى قوله متوفيك من الأرض، فعلى هذا لا يموت إلا في آخر الزمان. قال الجامع أي شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: القول الأخير هو الأرجح عندي، كما رجحه الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بعد حكاية الأقوال المذكورة في الآية، حيث قال: قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إلي، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. واختلف أيضا في عمره حين رفع، فقيل ابن 33 وقيل 120، ذكره في الفتح أي ابن حجر. ثم كعادة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر المتابعات والروايات، وأتى رحمه الله تعالى يعني شاهد رحمه الله تعالى غير ما ذكرناه من الرواية، فقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال عن ابن شهاب، قال عن نافع مولى أبي قتادة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: فأمكم أي بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر، قال كلهم قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد، قال عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر يعني شرحا ميسرا لهذا الحديث، ذكر فوائد في المسألة الثالثة، فقال: منها بيان نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وحكمه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك منها بيان قيام هذه الأمة على شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ومنها بيان فضل اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك أن هؤلاء الطائفة ما حصل لهم ذلك النصر والثبات على مقاومة العدو وإبادته إلا بسبب اتباعهم سنته صلى الله عليه وسلم. ومنها أن فيه بيان فضل هذه الأمة، حيث أن الله عز وجل أجارها عن الاتفاق على الضلال، فلا تزال جماعة مؤمنة بربها أي إيمان متبعة لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا يغيرها حوادث الزمان ولا مضايقة أهل المكان، ولا يبدل أحوالها يعني باختلاف الأحوال، بل تبقى صابرة صامدة على الحق، لا تبالي بتآمر جميع الخلق. فسبحان من اصطفى خيار عباده لنيل صفو وداده. يقول: كذلك منها أن فيه دلالة على صحة الإجماع، لأن الأمة إذا أجمعت على شيء فقد دخلت فيهم هذه الطائفة المختصة بهذا الفخر العظيم، فكل الأمة محق، فإجماعهم حق. ويفيد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهو أصح ما استدل به من الحديث على كون الإجماع حجة، وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف. كذلك آخر ما ذكر من الفوائد
أن فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في مسألة اختلاف أهل العلم في المراد بهذه الطائفة، ثم قال شيخنا الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: قد تبين بما ذكر أن الأرجح في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، وبقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، هي علامة الساعة التي هي هبوب الريح المذكورة، فلا يوجد بعده نفس مؤمنة، بل يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة، وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث. أما في قوله يعني في وصف هذه الطائفة يقول: تبين بما سبق أن الصواب في المراد بالطائفة المذكورة هم الجماعة الذين يقومون بنصرة الدين والذب عن حريمه واتباع السنة وقمع البدعة، فيشمل كل من كان متصفا بما ذكر من علماء الحديث والمفسرين والفقهاء والأمراء والسلاطين والشجعان القائمين بما ذكر. أما باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإيمان، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سيكون عليه الكلام بإذن الله في المرة القادمة، كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.